بالنسبه لبعض المذاهب مثلا في النوافل ركعتي المغرب قبل صلاه المغرب او بعدها، انا كنت بستمع مثلا لراي وكنت بصليها قبل المغرب، وبعد كده سمعت من حضرتك انه بعد المغرب، وفي اثنين بعد العشاء كنت بصليهم قبل العشاء. لا عفوا نعم. هل انت سمعت مني انك لا تصلي قبل المغرب؟ لا يعني، لا هو يعني قيل ان ال 12 ركعه النوافل اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. ايوه، لكن في صلوات قبل المغرب ايضا لكن ليست سنه راتبه. نعم، اعني ان النبي لم يحافظ عليها لكن حس عليها، قال بين كل اذنين صلاه. نعم، بين كل اذنين صلاه، بين كل اذنين صلاه لمن شاء. نعم ايوه، انما السنه المؤكده حضرتك ال 12 ركعه، ممكن حضرتك تذكرهم تاني بعد اذنك؟ ركعتان قبل الصبح. نعم، اربعا على قول قبل الظهر. نعم، اصبحت كم؟ ست ركعتان بعد الظهر. نعم، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. نعم، خلاف الشفع والوتر بعد العشاء. الشفع والوتر ليس داخل فيه. لا نعم، ليس داخل في هذا الموضوع. وضرورة الالتزام بركعتي دخول المسجد سعادتك. مستحبة ليست واجبة. حياة المسجد. ليست واجبة، مستحبة. ليست واجبة، يعني الواحد لو دخل ليجي درس علم أفضل ليها أن يجلس؟ مش قلتش الأفضل، يجوز لك أن تجلس، لكن لا أقول الأفضل، الأفضل أن تصلي. لأن النبي كان يخطب ودخل واحد اسمه سليك الغطفاني، جلس، يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. وحديث الرسول اذا دخل احدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. السلام عليكم. الله فيك. الله يسلمك.